استدعوني باش نقدم كتابي اللي خرجته على أختي كلثوم برناس اللي هي بيدها سينما يوليا مونتوز سكريبت وخليت أفلام وراها وخليت برشا كتيبة برشا تصاور وبرشا علم في ميدان الأفلام. هي بيونيير دون لو موند دو سينما اللي لازم نخليه جينيراسيون جدد اللي جايين خاطر يتعلموا ويشوفوا برشا معناتها أفكار اللي يعطيهم باش يتعمقوا فيهم. كانوا عندها معناتها مواضيع هامين وهذاك الكل وانا جمعته باش لا يزي اللي هي باش تقعد باقي في الذاكره وسيرتو سلمته كورثه للشباب باش يكتشفوا مرأة اللي اعطات برشا في ميدان خدمتها.